السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم سنة أولى. النهاردة هنتعلم مع بعض برنامج جيم. برنامج جيم خاص بمعالجة الصور والرسومات، يشبه تماما برنامج الفوتوشوب لو حد اشتغل عليه قبل كده. طيب بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في إنشاء صور وتعديلها، كمان في إضافة لمسات جمالية للصورة. اوكي، يعمل برنامج جيم ضمن نظام التشغيل ويندوز ونظام تشغيل يونكس. كيسة الأولى، هنتعلم دلوقتي على طريقة تسطيب البرنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بي. زي ما احنا شايفين دي أيقونة البرنامج جيم. طيب عشان نسطبها نضغط مرتين على الأيقونة يس اوكي. هنا بيقولك اللغة اللي هتسطب بيها البرنامج على جهاز الكمبيوتر عندك انجلش. كي ده شكل برنامج جيم بس انا اقوله هو ده شكله انستول. نسيب البرنامج يتسطب لغاية ما ينهي مع نفسه. من تاني، برنامج جيم خاص بمعالجة الصور والرسومات، خاص او يستخدم في انشاء صور وتعديلها، كمان يساعدني ان انا اضيف لمسات جمالية على الصورة بتاعتي. في سنة أولى كل واحد طلع الموهبة بتاعته بقى في البرنامج خاصة بالصور، وكل واحد يلعب في الصور بتاعته بقى بعد ما الصور زي ما يحب فيها بقى ورود زهور يعمل خدع. هنتعرف كل ده بعد كده بإذن الله إن شاء الله. اوكي، البرنامج قرب يخلص. فينش، تم التسطيب. فينش. طيب ندور على سطح المكتب، مفيش أيقونة اختصار ليه على سطح المكتب، مش مشكلة. نروح لقائمة إبداء، ندور عليه في البرامج. اوكي اهو، كده بيبدأ يشتغل او بيبدأ يفتح معانا البرنامج. كده برنامج جيم اشتغل معانا على السطح الاول، اتفتح معانا. اوكي طيب زي ما شايفين برنامج جيم بيدعم اللغة العربية. اوكي، يبقى ميزة من ميزات البرنامج ان هو بيدعم اللغة العربية، كمان خفيف، البرنامج خفيف، مخدش وقت معانا كتير في التسطيب، كمان خفيف على جهاز الكمبيوتر الخاص بيه، حجمه صغير جدا. اوكي، مجاني، مش بندفع فلوس عشان ناخد البرنامج. اوكي سنة أولى. طيب زي ما شايفين نتعرف على واجهة برنامج جيم. متكون من ايه هي المكونات الخاصة بيه؟ اول شريط هو شريط العنوان، أول شريط هو شريط العنوان، في أيقونات الإغلاق والتصغير والتكبير، في اسم البرنامج، اسم البرنامج. تاني شريط هو شريط القوائم، تاني شريط هو شريط القوائم. نتعرف فيما بعد كل قائمة وازاي نوظفها ونوظف الأوامر الموجودة فيها في معالجة الصور الخاصة بينا. طيب كان موجود صندوق الأدوات، صندوق الأدوات وخيارات الأداة، خيارات الأداة معنى كل أداة لها خيارات خاصة بيها تظهر، ونتعرف فيما بعد ازاي نستخدم الأداة وازاي نوصفها وازاي نوصف الخيارات الخاصة بيها في تصميم أو معالجة الصورة الخاصة بينا. هنا مساحة العمل، هنا مساحة العمل اللي هنفتح فيها الصورة بتاعتنا ونشتغل عليها هنا. اوكي طيب، صندوق الأدوات الطبقات، صندوق طبقات، نتعرف فيما بعد على اسمه ووظيفته وازاي نوظفه برضه في تصميم الصور الخاصة بينا. صندوق الفرش، صندوق الفرش. طيب كل فرشة فيما بعد هنتعرف على وظيفتها، ازاي نوظفها في معالجة وإضافة لمسات جمالية للصورة بتاعتنا. طيب يسألون في سؤال، ازاي أحول واجهة البرنامج من اللغة العربية للغة الإنجليزية أو من اللغة الإنجليزية للغة العربية؟ طيب نروح لقائمة تحرير، قائمة تحرير، تفضيلات، تفضيلات. اوكي الواجهة، الواجهة، نختار اللغة، اللغة. هنا اخترنا اللغة العربية، لو انت عايز تحولها للغة الإنجليزية اوكي ندور اللغة الإنجليزية. اوكي والإنجليزية عاد الضبط، عاد الضبط. نعم
اوكي، عشان يظهر الاوامر اللي احنا اديناها للبرنامج دلوقتي لازم نعيد تشغيل البرنامج مره تانية. نقفله، اوكي، نفتحه من تاني، نروح ندور عليه في البرامج عندنا، هو نفتح زي ما انت شايف جيم ستارت اب. هناك لما فتحنا الاول كان جايب بيت جيم بيت جيم، معنى كده ان هو تحول من اللغة العربية للغة الانجليزية. طيب كده تحول واجهة البرنامج من اللغة العربية للغة الانجليزية. اوكي، انت حابب تشتغل عليه باللغة الانجليزية اشتغل عليه، مش عارف تتعامل معاه او مش حابب تتعامل معاه باللغة الانجليزية فيك تختار edit preference edit preference اوكي interface interface اوكي language system language، اختار اللغة اللي انت محتاجها، مثلا Arabic. اوكي، مش هيظهر الامر اللي انت اديته البرنامج غير لما تعمل اعادة تشغيل restart البرنامج. اوكي، تم كده غلط البرنامج عشان تشغله مرة تانية. ابدأ دور عليه في قائمة البرامج عندك، هيتم فتح البرنامج. لغاية هنا سنقول لكم ان تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.